أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله كل صباحاتكم بالخير والمسرات. تحية لكم من مشعر منى، ونحن في تواصل مباشر معكم من هنا لمتابعة أخبار وأيضا حركة حجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام، ونتحدث عن هذه الشعيرة والمناسك التي يقوم بها الحجاج في أيام التشريق، وأيضا المتابعات وحركة الخدمات على أرض مشعر منى وفي أيضا مكة بكل أجزائها، خدمة لضيوف الرحمن. الحديث أيها الإخوة عن الجوانب الصحية للحاج، وأيضا متابعة مستجدات الحالات الصحية، الظروف، الخدمات التي تقدم. هناك أكثر من جهة تقوم بهذه الجهود، ومعنا في هذه مستهل هذه الساعة من حوارنا سعادة العقيد طبيب محمد بن مسفر القثامي من الخدمات الطبية في القوات المسلحة. مرحبا بك معنا سعادة العقيد، وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير وصحة وسلامة وجميع المشاهدين، شكرا لكم على الاستضافة. الحديث عن الخدمات الطبية في القوات المسلحة حقيقة الحديث فيه كثير لا شك من التفاصيل، أما إلى تاريخ إسهامها ومشاركاتها في مواسم الحج، ولهذا دعنا نبدأ في الاستعدادات و الترتيبات والخطوات التي قامت بها القوات المسلحة خاصة في مجال الخدمات الطبية قبل موسم الحج. بالنسبة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، طبعا هي تشارك كل عام في موسم الحج بتقديم الخدمات الطبية والصحية والوقائية للحجاج بيت الله الحرام. بالنسبة للاستعدادات، الاستعدادات دائما تتم بفترة طويلة قبل بأشهر قبل بداية موسم الحج، وبالأصح بعد نهاية موسم الحج. تقوم الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بتقديم الرعاية الصحية من خلال المستشفيات الميدانية والنقاط الإسعافية والمراكز ضربات الشمس. الترتيبات السابقة من حيث الكوادر البشرية، التدريب، الاستعدادات، وفي متطلبات هذا الموسم، متى تبدأ وكيف تبدأ وماذا فعلتم لها على مستوى حتى الكوادر البشرية أيضا؟ نعم، بالنسبة للاستعدادات بدأت تقريبا ما يقارب 6 أشهر من خلال المستشفيات الثابتة والمستشفيات الميدانية والنقاط الإسعافية. يتم تركيب المستشفيات الميدانية والنقاط الإسعافية والاستعدادات من نواحي الكوادر البشرية والطواقم الطبية، يتم تدريبها قبل بداية موسم الحج للاستعداد لكيفية التعامل مع ضربات الشمس والحالات الإسعافية، عملية نقل المرضى، عملية الإخلاء للمرضى. هذه تتم تدريب يتم قبلها بأشهر، بعدة أشهر. نعم. مستشفيات ونقاط إسعافية تحدث. نعم. كم نقطة في المشاعر المقدسة وكم مستشفى ميداني أيضا؟ نعم، نحن في الخدمات الطبية للقوات المسلحة الآن نقدم خدمة طبية بسعة سريرية تتجاوز 600 سرير. هذه عبارة عن مستشفيات مستشفى القوات. هذا إجمالي. إيه نعم، إجمالي، هذا إجمالي العدد. إيه نعم. مستشفى القوات المسلحة بمنها وهو المستشفى الرئيسي الثابت، ومركز الطواري بدقم الوبر بسعة 220 سرير. وبالنسبة للمركز ضربات الشمس في عرفات بسعة سريرية تتجاوز 150 سرير، بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية 3 مستشفيات ميدانية، 2 منها في مشعر عرفات، ومستشفى ميداني متنقل في مشعر منى، بالإضافة إلى 20 نقطة إسعافية متوزعة في المشاعر المقدسة بداية من عرفات إلى مزدلفة إلى منى، متوزعة طريق المشاة ومحطات القطار
وكذلك لدينا عيادتين في الحرم الشريف. نقاط طبية في محطات القطار؟ نعم. بعدد محطات القطار كلها؟ نعم تكون تقريبا عندنا 9 محطات قطار تقريبا. نعم. هناك 9 نقاط طبية أيضا تبع القوات المسلحة. نعم لدينا 3 نقاط إسعافية. 3 نقاط. 3 نقاط في منى الآن موجودة؟ نعم. في محطات منى محطات على مدى أيام التشريق. نعم. طيب نبدأ أيضا من عرفة ونتحدث قبل قليل حول ضربات الشمس، كيف كان الوضع هذا العام يعني؟ الجو كان هناك يعني الجو كان فيه هواء، كان جو يعني حرارته أخف من السنوات الماضية. الحمد لله طبعا جميع الجهود في سواء القطاعات الصحية أو القطاعات الأخرى بذلت مجهود كبير، رجال الأمن وزارة الحج بذلوا مجهودات كبيرة، وكذلك القطاعات الصحية المتواجدة سواء من القوات المسلحة أو من القطاعات الصحية الأخرى. بالنسبة لنا في وزارة الدفاع القوات المسلحة كان لدينا نقاط إسعافية، نقاطنا الإسعافية كانت في عرفة، بالقرب من جبل الرحمة. كم كان نقطة عندكم؟ عندنا 3 نقاط إسعافية في بالقرب من جبل الرحمة، وكان كذلك في نقطة إسعافية موجودة على طريق المشاة من الخروج من عرفة. بين عرفات ومزدلفة. نعم. عدة نقاط بالأصح لدينا عدة نقاط في الطريق طريق المشاة. كذلك لدينا مركز ضربات الشمس بسعة 150 سرير بجانب جبل الرحمة. النقاط هذه تتكون ماذا يعني؟ تشكل ماذا؟ النقاط الإسعافية هي فكرة ذكية. عملية إذا أصيب الحاج طبعا هي الفكرة فيها التوزيع والانتشار. إذا استدت الحاجة الطبية للحاج لا يحتاج أنه ينتقل إلى المستشفى. النقاط الإسعافية تباشر الحجيج وتباشر الحالات الصحية من بالقرب منه، يعني مثلا جبل الرحمة جنبها النقاط الإسعافية، أي حاج يصاب أو يحصل عنده إعياء أو ارتفاع في السكر أو في الضغط يتم علاجه في النقاط الإسعافية ويكمل حجه. عربة عبارة عن عربة النقطة؟ أي نعم عبارة عن عربة وطبيب وطاقم. أي نعم. كم عناصر الطاقم؟ الطاقم الطبي يتكون من طبيبين وتمريض، اثنين ممرضين وإسعاف، عربة إسعاف. بالإضافة إلى الكابينة اللي هو العيادة للعربة المتنقلة للنقطة الإسعافية. كيف كان الوضع العام في عرفات يعني الإحصائية هذه؟ كم أبرز الحالات وأغلب الحالات التي مرت على النقاط الإسعافية؟ كما تعلم أغلب الأمراض المزمنة. نعم. معظم الحجاج هم كبار السن. الأمراض أو الحالات اللي تصل للمراكز الإسعافية والنقاط الإسعافية هي ارتفاع في السكر أو ارتفاع في الضغط أو إجهاد من تعرضهم لأشعة الشمس أو جفاف، يتم التعامل معهم بالذات. الإجهاد الحراري، حالات الإجهاد الحراري يتم التعامل معها. لدينا مراوح مجهزة، مراوح برذاذ، هذه تعمل على إخفاض درجة حرارة المريض ويعطى الأدوية والمحاليل اللازمة لذلك، وبفضل الله سبحانه وتعالى تأتينا الحالات ويتم العلاجها ويكملون حجهم بعد ذلك. إذن هي تقريبا حالات في الأمراض المزمنة. طيب عملية الإخلاء أخليتوا أعداد من النقاط الصحية إلى المستشفيات الميدانية؟ نعم. كم كان العدد تقريبا كذا؟ بالنسبة للحالات اللي يتم إخلاءها لدينا إحنا فرق طوارئ. فرق الطوارئ هذه مكونة من صحي وطبيب. يتم إخلاء المرضى من النقاط الإسعافية إلى المستشفيات سواء الميدانية أو المستشفيات الثابتة تابعة للقوات المسلحة. مزدلفة كيف كان قبل؟ طبعا إحنا كان لدينا هناك نقاطنا الإسعافية موجودة ولله الحمد. يعني تترحل في عرفات، تترحل إلى أيضا تنضم إلى أو تبقى السنة؟ لا، هناك طبعا لابد أن يكونوا النقاط الإسعافية تكون جاهزة.
جاهزة من قبل وصول الحجاج. لكن الأخرى تنضم، اللي في عرفات تنضم إلى المشاعر الأخرى، أو تبقى أيضا نقاط هذه مساندة أو تبقى بعد النفرة من عرفة؟ النفرة من عرفة يتم نقل بعض الفرق أو غالبية الفرق إلى مستشفى منى الميداني، والميداني والنقاط الإسعافية والمستشفيات الميدانية. بالنسبة للمزدلفة هناك فريق موجود من قبل النفرة يكون موجود ومستعد لاستقبال الحالات. يعني منى سريعة تواجد الحجاج فيه في يعني ساعات معينة، ويغادر الحجاج يعني غالبا ما يكون هناك يعني كثير من الحالات، سواء من يكون في ممر المشاة، ولكم نقاط أنتم في ممر المشاة، كيف كانت متابعتكم ل بالنسبة للنقاط اللي في ممرات المشاة؟ احنا بالنسبة لنا يكون هنالك دعم لهم، نستخدم عربات الجولف وهي عربات مجهزة لنقل المرضى. في حالة استدعى نقل المريض واحتجنا ان ننقل هذا المريض يتم نقله عن طريق عربات الجولف. طيب نأتي إلى منى، لأن نحن الآن صرنا مع حركة الحجيج وصلنا إلى منى. الآن كم نقطة عندكم في منى؟ طبعا احنا عندنا تقريبا 13 نقطة في أيام التشريد. هنا في منى في منى وحدة في منى يعني موزعة طبعا في منى. كيف توزيعها عندكم جغرافيا مكانيا؟ كيف يعني في محطات القطار؟ أنت ذكرت أنه هناك بالقرب من محطات القطار في الجمرات، في الجمرات لدينا نقطة إسعافية في الجمرات، وكذلك ما بعد الجمرات لدينا نقطة إسعافية بعد الجمرات. كيف يعني بطريق إلى الحرم مثلا ولا كيف؟ في الطريق للحرم. طيب الحالات الطبية التي يتم علاجها في المستشفيات، حدثنا عن الأرقام، حدثنا عن الحالات الطبية التي قمتم بعلاجها أو أيضا العمليات الجراحية خلال الأيام الماضية يعني. طبعا الإحصائيات الرقم يختلف من ساعة إلى أخرى، إلى طبعا الإحصائيات إلى يوم أمس، نهاية يوم أمس كانت تجاوز عدد المرضى إلى 30,000 مراجع لدينا بالمستشفيات الميدانية ومستشفيات الثابتة والمراكز الإسعافية. يتم عملية العمليات الجراحية في المستشفيات الثابتة والمستشفيات الميدانية. بالنسبة للتحويل الحالات أو الحالات، معظم الحالات يتم علاجها لدينا بالمستشفيات الميدانية والمستشفيات الثابتة، ويكملون حجهم بفضل الله. معروف أن مستشفيات القوات المسلحة لديها حقيقة مراكز فيما يتعلق بالأمراض القلب، في أمراض الأخرى، يعني تجروا عمليات في الموسم الحج هذا النوع من المرضى؟ بالنسبة إحنا لدينا في المستشفيات، مستشفى منها ثابت لدينا غرفة عمليات، وكل مستشفى ميداني عددها 3 مستشفيات، كل مستشفى ميداني يوجد به غرفة عمليات وغرفة إفاقة. يتم التعامل مع الحالات الجراحية الجراحة العامة. بالنسبة للجراحة القلب المفتوح والقساطر هنالك تنسيق وتعاون ما بين القطاعات الصحية، بحيث يتم تحويل هذه الحالات إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة وتجرى العمليات هناك. يمكن موضوع التوعية العقيد محمد مهم جدا حقيقة في موسم الحج. الجهود، البرامج التي تقوم بها يعني الخدمات الطبية في القوات المسلحة. طبعا الجانب التوعية له دور كبير في 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 سلامة الحجاج وصحة الحجيج. يتم بداية نبدأ عملية التوعية من المطارات. لدينا فرق من التثقيف الصحي، يتم استقبال الحجيج وتوزيع كتيبات لهم، بعض التعليمات لهم من ناحية الوقاية من أشعة الشمس، شرب السوائل، كيف يتعاملون مع مرض السكري، كيف يتعاملون مع الأمراض الأخرى المزمنة أثناء فترة الحج، ويتم توزيع المظلات عليهم خلال هذه الفترة. وبذلك عملية التوعية مهمة جدا للحجيج من دخولهم إلى من المطارات.
بالنسبة لداخل ميناء وداخل المشاعر المقدسة لدينا فرق تثقيفية وفرق راجلة مكونة من صحي ومثقف صحي، وينتشرون ما بين الحجيج ويقدمون اللي هو التثقيف الصحي لهم للحجيج. التثقيف هذا ما أساليب هذا التثقيف يعني أساليب ما كتيبات نشرات يعني ندوات ومحاضرات ما طبيعته هذا؟ بالنسبة طبعا هنا لدينا طبعا تعدد اللغات، لدينا كتيبات مبسطة بعدة لغات بعدة لغات يتم اختصارها ويتم تقديمها للحاج أثناء زيارته للمستشفى أو أثناء وصوله للمطار عن طريق المطار هناك أو توزيعها ما بين الحجاج. هذه الكتيبات فيها شرح موجز كيف التعامل مع الأمراض الشائعة وكيف التعامل. طبعا لدينا إحنا في الحج السنة هذه طبعا في موسم الصيف فيتم توعية الحاج بالنسبة عدم التعرض لأشعة الشمس، استخدام المظلة، شرب السوائل، كذلك الأمراض المزمنة زي السكري والضغط والقلب وحفظ الأدوية، طريقة كيف يحفظون الأدوية، وكذلك يتم توعيتهم عن طريق المستشفى. لدينا فريق تثقيف صحي موجود داخل المستشفيات، أي مراجع يمر على المستشفى أو يدخل يتم استقباله، يتم الاستفادة من قسم التثقيف الصحي الموجود بالمستشفى ليقدم لهم التثقيف اللازم. ما يتعلق بالأوبئة، ما يتعلق ب يعني التوعية خاصة في ما يتعلق بالأمراض التي قد تكون أيضا في بلدان أخرى، كيف تتعاملوا مع هذه الحالات؟ كيف تتعاملوا مع تنبيه الحجاج لها وطبعا حماية أيضا تسللها إلى وسط الحجاج؟ نعم، طبعا بالنسبة للأوبئة والأمراض المعدية يتم التعامل معها عن طريق عيادات في الاستقبال، سواء مجرد ما يصل المريض إلى المستشفى يتم عملية الفرز، ويتم عملية اللي هو الفرز الطبي بحيث أنه تأخذ الحرارة ويتم سؤال المريض عن الأعراض الموجودة. في حالة الاشتباه يتم العزل، عزل المريض ويتم الإجراءات اللازمة ويكشف عليه الطبيب قبل دخوله للمستشفى في عيادات للفرز وعيادات تنفسية، نحن نعمل نسميها العيادات التنفسية. طبعا الجميع في حالة الاشتباه بأي حالة هنالك تنسيق مع وزارة الصحة، طب الوقاية وزارة الصحة، في حالة الاشتباه بأي حالة يتم إبلاغهم فورا، ولله الحمد لم يتم أي تشخيص أي حالة أو مرض وبائي أو أمراض معدية في هذا الموسم إلى الآن. يمكن سيادة العقيد موضوع يعني الأمراض التي تتعلق بالجهاز الهضمي وتتعلق بالجهاز التنفسي أكثر انتشارا في موسم الحج تقريبا بسبب تغير المناخ والأجواء للحاج، الحجاج الذين يأتون من مناخات مختلفة حقيقة ومن جغرافيا مختلفة. أضيف إلى هذا أنه أيضا تناول تغير أنظمة الغذاء الوجبات
حدثنا عن هذا الموضوع، هل هناك ثمة مشاكل حول هذا الموضوع أو أنه كيف تتعاملوا معه يعني؟ نعم طبعا الحالات الأمراض التنفسية الشائعة اللي هي الفيروسات الشائعة من الزكام وغيرها، هذه طبعا تكثر في المواسم لما يكون في ازدحام ما بين الحجاج، ولله الحمد يتم علاجها ويتم إعطاء المريض التوعية بالنسبة لها من لبس الكمام وشرب السوائل، ولله الحمد. وماذا عن اللي تتعلق بالجهاز الهضمي نتيجة طبعا التغيرات الأخرى تتعلق بنظام الغذاء نظام؟ طبعا يأتي فيه بعض الحالات تغير الأكل للحجاج، لكن ولله الحمد يعني عدد الحالات يعني ما هو كثير، عدد بسيط. خلينا نتحدث عن الجوانب التقنية، جوانب تدريب الكوادر، تدريب عندكم أنتم أيضا دوريات راجلة، عندكم أيضا حملات توعوية، هؤلاء لابد أن يكون هناك برامج إعداد للأساليب والطرق التي يعني يتخذونها أو يتعاملوا كيفية التعامل مع الحجاج، حدثنا عنها أيضا استاذتكم يعني. بالنسبة للتدريب يبدأ من قبل موسم الحج. يتم تدريب الأطباء كيفية التعامل مع ضربات الشمس، عمل الإسعافات الأولية والإسعافات المتقدمة والإنعاش القلبي، إخبار أو توعية، عمل دورات تبين ما هي المشاكل الصحية التي قد تواجههم في موسم الحج، فيتم تدريب الأطباء وكذلك التمريض، يتم تدريبهم بالتعامل مع قبل موسم الحج. هنالك طبعا يوضع خطة للطوارئ ويتم التدريب للمنسوبين في كيفية التعامل مع في حالة لا سمح الله حدث طارئ في أي مكان. طبعا لدينا فرق طوارئ موجودة، فرق الطوارئ هذه 30 فرق الطوارئ موجودة لدينا في منها جاهزة مستعدة في أي لحظة يحتاج، في نقطة واحدة تنطلق من نقطة واحدة أو من أكثر من مركز يعني؟ من نقطة واحدة من مستشفى. نعم حالة لا سمح الله تم طلب لهذه الفرق الطبية، فرق الطوارئ طبعا عن طريق التنسيق مع الدفاع المدني ومع وزارة الصحة، يتم تحريكها بسرعة قصوى إلى موقع الحدث. طبعا الفرق الطوارئ هذه يتم تدريبهم بعمل اللي هو فرضيات، عمل فرضيات، وتم عمل كذا فرضية عندنا الآن في حالة استدعاء طبعا بالمشاركة مع الدفاع المدني وزارة الصحة. يعني في مبادرات هذا العام عندكم جديدة في موسم الحج؟ في بالنسبة للمستشفيات الميدانية تم تركيب 3 مستشفيات ميدانية، 2 منها في مشعر عرفات وواحد منها في هذه الإضافات الجديدة هذا العام على جهود. نعم إحنا عندنا مستشفيات ميدانية العام الماضي، لكن السنة هذه تم إضافة مستشفى ثالث. كان لدينا مستشفيات ميدانية في المشاعر المقدسة، وتم إضافة مستشفى ميداني ثالث السنة. المستشفيات الميدانية هذه سهلة التركيب، يتم تركيبها خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة لا تأخذ، وهذه إحدى الحلول الذكية التي يتم الاستفادة منها في موسم الحج. التنسيق بينكم وبين القطاعات الأخرى الصحية في الحج كيف التنسيق؟ التنسيق موجود في غرف عمليات مشتركة، يتم التنسيق بين وزارة الصحة وبين القوات المسلحة، هناك تنسيق متكامل. طبيعة التنسيق هذه ما هي يا أرشاد العقيد يعني فيما يتعلق بالاستيعاب، في هل يعني حالات معينة، مساحات معينة في المشاعر المقدسة تابعة لمستشفيات القوات المسلحة، كيف توزيعها وكيف تنظيمها ترتيبها تحديدا؟
بالنسبة للمواقع كتوزيع جغرافي، تنسيق جغرافي، طبعا في هنالك تنسيق جغرافي لتغطية الأماكن التي يكون فيها القوات المسلحة مسؤولة عن المخيمات ما حولها، يتم نقل الحالات من جوار المستشفيات إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة الأقرب. طبعا يتم النقل عن طريق الهلال الأحمر. وكل منطقة جغرافية موجودة بالمشاعر المقدسة تنقل الهلال الأحمر، ينقل الحالات إلى أقرب مستشفى وفيها تنسيق وفيها توزيع للخدمة. وزارة الصحة لديها نظام أنه دائما يمكن حقيقة لرجال الهلال الأحمر أو أيضا للفرق الأخرى أن تحدد يعني المكان الشاغر في أي مستشفى أقرب، سواء في القوات المسلحة سواء في مختلف مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الأخرى. يعني هل أنتم ضمن الذي يمكن أن يتجه إليه في أي مستشفى أن هنا في مكان مثلا هنا الحالة يتوفر علاجها في المستشفى؟ هذا التنظيم هذا يشمل أيضا مستشفيات القوات المسلحة؟ نعم نعم أكيد أكيد، في التنسيق، في تنسيق طبي في غرفة عمليات، وإحنا بالتنسيق المباشر معهم في كل سواء ميدانيا أو على مستوى المستشفيات الثابتة الموجودة. ماذا عن التقنية؟ يعني توظيف التقنية في تسهيل الخدمات وفي تسهيل أيضا الإجراءات، وكيف يعني تفير المعلومة أيضا لهذه المراكز الخدمية، ماذا عنها؟ طبعا بالنسبة للتواصل عن طريق الأجهزة اللاسلكية اللي موجودة، يتم التواصل ما بين القطاعات الصحية والدفاع المدني والهلال الأحمر، يتم التنسيق فيما بينه. كنا نتحدث أيضا عن موضوع التقنية وعن أيضا التنسيق، لكن ماذا عن التطوع أيضا؟ في تطوع أيضا لديكم متطوعون في القوات المسلحة؟ نعم، في فرق الكشافة تشارك معنا في مستشفيات القوات المسلحة، ولهم دور كبير جدا في إرشاد التائهين وفي وخدمة الحجيج بشكل عام. احنا لدينا تقرير الان حقيقه عن وزاره الصحه فيما يتعلق بتوظيف وزاره الصحه للتقنيه الحديثه في خدماتها الطبيه، نتابعوا هذا التقرير ايها الاخوه ونعود للحديث مع ضيفنا في هذه الساعه، تابعونا. كبيره لتقديم افضل الخدمات الصحيه لحجاج بيت الله، ومنها الخدمات الطبيه الميدانيه ونقل الحالات المرضيه والتعامل مع حالات الطوارئ. لذلك جهزت المستشفيات بأحدث التقنيات الحديثة التي تسهل على الحاج والممارس الصحي. سخرت التقنية الآن عن طريق الوزارة الحمد لله، فعلنا الآن برنامج سحاب، حيث تم التعاقد مع شركة السحاب الوطنية لتحويل أنظمة الإسعافات والتوجيه الذكي لها، حيث يتم استقبال الطلبات إلكترونيا عن طريق غرفة العمليات لدينا وتوجيه الإسعافيات أو الفرق الإسعافية أو فرق التدخل السريع للأماكن ذات الاحتياج بالنظام الإلكتروني الذكي. يتم متابعة الحالة، رصدها، وقت استلامها، تسليمها في أقصر وقت، كما يتضمن وجود نظام الملاحة الذكي للسائق، حيث أن المنتدبين يجون من كافة مناطق المملكة، قد يشكل وجود المسارات أو اكتظاظ بالحجاج عائق لهم، فيتم توجيههم آليا إلى أقرب مركز أو أقرب مستشفى بكل سهولة، ويؤدي لاختصار الوقت واستفادة من التقنية الأقبل وجه لنقل الحالات على وجه السرعة إلى المستشفيات والأماكن ذات الاحتياج. لم يعد يحتاج الحاج إلى أوقات الانتظار الطويلة لدخول العيادات، فلا يلبث أن يدخل المستشفى حتى يخرج منه بفضل الجهود في استخدام التقنية لخطط الطوارئ وإدارة الحشود. تتشرف وزارة الصحة بتقديم خدماتها الطبية الطارئة لحجاج بيت الله الحرام ضمن موسم الحج لهذا العام عن طريق لجنة الطوارئ والطب الميداني. الحج، حيث مهام هذه اللجنة هي تقديم الخدمات الطبية الطارئة في الميدان لحجاج بيت الله الحرام، والنقل من المراكز الصحية للمرضى المحتاجين، النقل إلى المستشفيات عن طريق المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى مستشفيات وزارة الصحة، بالإضافة كفرق استجابة أولية في حالات التدخل السريع للعلاج والفرز والنقل لا قدر الله في حالات الطوارئ والكوارث ومتى ما دعت الحاجة إلى ذلك. أرقام وإحصاءات تقنية تضاف إلى سجل الوزارة
تهدف لرفع الكفاءة في المواسم القادمة لخدمة حجاج بيت الله الحرم. عبد الله الفرساني، المشاعر المقدسة. وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على مجددا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم أيها الأخوة مجددا، ونحن مستمرون في حديثنا مع ضيفنا في هذه الساعة سعادة العقيد الطبيب محمد القثامي من الخدمات الطبية في القوات المسلحة السعودية. سعادة العقيد، خلينا نتكلم عن أيضا عن الإخلاء الطبي، أيضا مجهودات الإخلاء الطبي، حجم حقيقة القدرات التي حشدت لموسم الحج. بالنسبة للإخلاء الطبي، الحمد لله لدينا أسطول من الطائرات الإخلاء الطبي التابعة للقوات المسلحة للإدارة العامة للخدمات الطبية، يتم تواجدها في المشاعر المقدسة بحيث يتم تقديم الخدمة الإخلائية وإخلاء المرضى والمصابين من حجيج بيت الله الحرام، ويتم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات. حجمه كم الطائرات؟ والله لدينا بالنسبة للطائرات لدينا 10 طائرات موجودة في المشاعر المقدسة يتم خدمة الحجيج عن طريقها. نقلت حالاتها في هذا العام؟ نعم، الإخلاء الطبي. نعم مستمر، يتم نقل الحالات بشكل مستمر للمستشفيات، ويتم الطلب ويتم الاستجابة عن طريق إدارة الإخلاء لدينا هنا في المشاعر المقدسة. نقلها للمستشفيات الميدانية أو نقلها للمستشفيات الأخرى في العاصمة؟ من جميع المستشفيات التابعة، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة. دعنا نتحدث عن المستشفيات الميدانية. حجم المستشفيات الميدانية أيضا، تجهيزاتها، أنواع أيضا الحالات التي أجريت فيها. نعم، بالنسبة للمستشفيات الميدانية، هي كل مستشفى ميداني هو عبارة عن 50 سرير مجهز بغرفة عمليات جراحية متكاملة وغرفة إفاقة وكذلك أسرة عناية. ومختبر وصيدلية ومركز للتعقيم. بالنسبة للعمليات الجراحية، يتم استقبال أي حالة طبية تستدعي الجراحة، يتم عمل الجراحات في غرف العمليات لديك. كنا تحدثنا قبل قليل قبل الفاصل عن موضوع التطوع، وكان قلت لي أن لديكم أيضا أن هناك متطوعين ضمن الحملات الطبية. يعني متى يبدأ هذا تشكيل الفرق التطوعية وما مهامها؟ يعني في يتم التنسيق لها مسبقا قبل بداية موسم الحج والتواصل مع معهم، وبعد ذلك يتم عند نزولنا هنا في ميناء يتم مشاركتهم لدينا، ويتم هذا يتم قبلها بأشهر، قبل موسم الحج بأشهر. من أي قطاعات هم؟ من القطاعات الصحية مثلا أو من أيضا مختلف؟ بالنسبة للمنسوبين اللي يقدمون الخدمة، أغلب الموجودين لدينا من منسوبي القوات المسلحة، من منسوب الخدمات الطبية القوات المسلحة، سواء من إدارة مستشفيات منطقة الطائف أو من الخدمات الطبية، مستشفيات الخدمات الطبية في المملكة. من منسوبي الخدمات الطبية المتطوعون منها، لكن من خارجها ما في متطوعون معكم؟ طبعا في بعض
احنا مفتوح لدينا المجال البرامج البحثية، مشاركة في الأبحاث، هنالك بعض الباحثين يعملون على بعض البحوث، فاحنا بالعكس احنا نؤيد ويتم مساعدتهم ويتم الحاقهم معنا بحيث يتم عمل هذه البحوث. بحوث خاصة بهم أو بحوث أنتم تريدون فعلا الحصول على نتائجها والقيام بهذه البحوث وتسندونها إلى أشخاص معينين تكلفوهم بأن يكونوا معك، كيف؟ نعم، احنا لدينا شقين، الشق الأول اللي هو بحوث التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية. إدارة البحوث والخدمات الطبية يتم عمل مقترحات البحوث، وهذه تبدأ قبل موسم الحج بعدة أشهر وتتم الموافقة عليها، وهي تابعة للخدمات الطبية، ويتم العمل على هذه البحوث أثناء موسم الحج، بالإضافة إلى بحوث أخرى وقطاعات أخرى تخدم اللي هو بشكل عام تخدم خدمة الحجيج في المستقبل، ويتم مساعدتهم ويتم فسح المجال لهم لعمل هذه البحوث. تستفيدوا من نتائج هذه الدراسات هذه البحوث؟ إن شاء الله بإذن الله. لكم علاقة يعني بنتائجها، تتبنونها مثلا؟ إن شاء الله بإذن الله سوف يتبنى بعد ما تطلع النتائج بإذن الله، سوف يكون لها انعكاس على تقديم الخدمة وعملية تحسين الخدمة مستقبلا. في أيام التشريق ما خطتكم في أيام التشريق؟ في أيام التشريق طبعا إحنا لدينا الفرق الإسعافية، الفرق الطارئة. الفرق الطارئة نحرك الفرق من المستشفى تتمركز في موقعها في الجمرات، بحيث تكون هذه الفرق على الاستعداد من قلب الحدث في الجمرات، بالإضافة إلى المراكز النقاط الإسعافية، المستشفيات الميدانية، المستشفيات الثابتة، عملية الإخلاء، تكون كلها على أتم استعداد في استقبال الحجاج في أي وقت. في المدينة أيضا وتحرك الحجاج، نعرف الحجاج أيضا قبل موسم الحج أيضا يزوروا المدينة المنورة، وبعد أيضا انتهى موسم الحج هناك وفود وجموع كبيرة حقيقة من الحجاج يتجهوا إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف. جهودكم هناك أيضا في المدينة المنورة بالنسبة للإدارة العامة للخدمات الطبية، هنالك طواقم طبية موجودة تابعة للقوات المسلحة موجودة في المدينة المنورة وتقدم الخدمة مساندة مع وزارة الصحة بعد قبل موسم الحج وفي قبل موسم الحج وبعد موسم الحج ضمن طواقم وزارة الصحة تعملوا، أو لكم أنتم مستشفياتكم هناك ولكم خدمات طبية مستقلة أيضا؟ لدينا خدمات طبية موجودة في المدينة المنورة تابعة للقوات المسلحة وتساند وزارة الصحة أثناء موسم الحج. إذن نحن الآن أيها الأخوة نتحول إلى زميلنا وليد المالكي بحقيقة منشأة الجمرات. إليك وليد وأعطينا ما لديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير مشاهدين الكرام في كل مكان، تحية لكم من مكة من تهوي إليها القلوب والأبصار في هذه الأيام وهذه الساعات، تحية لكم من منى التي اكتست بياضا وطهرا، تحية لكم من منى التي عم البياض فيها وعم الطهر منها كل سهل وجبل. يسعدنا أن نكون معكم في هذه الدقائق، ويسعدني أن يكون معي الأستاذ حاتم زكريا عضو اتحاد الصحفيين العرب. نحييك أستاذ حاتم، مرحبا بك. سنة طيب، ربنا يخليك. سنة طيب الحمد لله. أول شيء أستاذ حاتم أبغى أسألك عن مناسك حجك، كيف كانت؟ إن شاء الله كانت ميسرة. الحمد لله دينا مناسك الحج براحة كاملة، وظروف التنظيم العظيم الموفرة للمملكة العربية السعودية، والحقيقة كلنا سعداء بتأدية المناسك بهذه الصورة والراحة الكاملة في تأدية المناسك الحقيقة. الحمد لله.
الحمد لله. هل واجهتك أي مشكلة في تأدية؟ لا الحمد لله كله تمام وكله الأمور كلها مريحة وميسرة الحمد لله وكل مكافة الجبهات حتى. أستاذ حاتم، بصفتك أحد الصحفيين العرب، كيف يمكن أن يشارك الإعلام العربي للدول الشقيقة كمصر الحبيبة في نقل صورة هذا الحدث السنوي الكبير وهو الحج؟ اولا هذه المناسبة الكبيرة بالنسبة لنا العرب وبالنسبة للعرب والمسلمين جميعا مناسبة يعني لا تتكرر طبعا الا كل موسم طبعا، ودي موسم عظيم بالنسبة للعرب والمسلمين. والحقيقة احنا بنحس احساس خاص بهذه المناسبة وفي وجودنا في الارض المباركة والطاهرة ديت، فيعني اعتقد ان احنا يعني مطالبين بان نقول للعالم ان احنا بنسعى للسلام وبنسعى لرساله حب واخاء للجميع، والاسلام دين حب وسماحه، والاسلام هو هذا الدين اللي بيسمح للجميع بالعيش في وئام وسلام، ويعني اعتقد ما في يعني فيش دين بيسعى للسلام والحب ويدعو للنشر للحريه والسلام والمحبه غير اكثر من دين الاسلام الحقيقه. فاحنا الى جانب ان احنا في الارض المقدسه حاسين باحساس عظيم الحقيقه وراحه كامله في ظل التسهيلات اللي عملتها المملكه العربيه السعوديه في هذه المناسبه العظيمه، واعتقد ان العالم او كل من يوجد هنا في هذه الارض المباركه حاسس عارف او حاسس بما تقدمه المملكه من تسهيلات عظيمه ومن ترحيب بكل المواطنين العالم من كل البلاد العربيه والاوروبيه وكل البلاد العالم الحقيقه. واحنا شايفين كل الناس حاسين براحه كامله وبيؤدوا مناسكهم وهم سعداء في غايه السعاده، وحاسين ان هم يعني مش بعيد عن بلادهم يعني، وفي نفس الوقت حاسين ان احنا بنؤدي حاجه بنتقرب الى الله سبحانه وتعالى، وده يعني واجب اساسي من فروض القواعد الاسلام او اركان الاسلام الاساسيه بالنسبه لنا يعني. لكن اعتقد ان احنا حاسين ان احنا في الاخر المحصله النهائيه في هذا الموضوع ان احنا حاسين ان احنا بنؤدي شعائر ومناسك فريده من فرائض الاسلام الحقيقه، ودي يعني بتسلك صدورنا جميعا، ونحس ان احنا في هذا المقام يعني سعداء في غايه السعاده الحقيقه. وانتم الصحفيين العرب وقت ان أتيتم وأديتم هذه النسك العظيمة ورأيتم ما يجري من أحداث وعايشتم الحدث من داخل الحج وأديتم هذه الفريضة، ما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الإعلام العربي عن ما رأى من صور للعالم أجمع؟ وطبعا العالم كله طبعا انا اعتقد معظم المناسك ومعظم الاحداث في هذه المناسبه العظيمه اتنقلت للعالم كله، شايفينها وعارفينها وحاسين بيها، واعتقد الصوره ابلغ من اي كلام الحقيقه. وكل اللي حصل قدامنا العالم قدامنا جميعا مش عاوز وصف يعني، يعجز اللسان عن وصفه الحقيقه يعني بجد يعني. انا مش عارف اقول كلام يعبر عن اللي انا حاسس بيه والمشاعر اللي احنا حاسين بيها كلنا، لكن في كله ده اكبر من اي كلام يعني. احنا حاسين ان احنا في حاجه فوق العاده يعني. فهذا الوضع بالنسبه لنا يعني انا يعني حاسس بمشاعر فياضه الحقيقه. هذه المشاعر مش عارف اقولها ازاي الحقيقه، لكن هي الفكره ان احنا حاسين والناس حاسين بالنقل التلفزيوني والنقل الاحداث كلها، حاسين وشايفين بينهم قبل الكلام ايه اللي بيحصل وايه الناس احساس اللي بنقول من الجميع، مجرد حتى تصفح الوجوه وتحس ايه اللي بيحصل بالظبط. مش عاوز حد يشرح لنا ايه القصه، لكن الحقيقه اللي بيحصل ده حاجه معجزه الحقيقه يعني. لما تشوف النظام والتنظيم بص هتلاقي حاجه فوق الوصف يعني. لما تيجي تبص منطقه صغيره جدا تسعى مثلا 2 مليون او اكتر، فدي حاجه مش صعب ان انت تنظمها في كتير من بلاد العالم المتقدمه جدا. ده يعني ده يمكن خبره ربنا بيديها لنا عشان احنا يعني ارض الانبياء يعني، ربنا يخليك. مصر الحبيبه هي الاخت الشقيقه للمملكه العربيه السعوديه، ما
تعيشه المملكة تعيشه مصر. مصر في موسم الحج، كيف تنقل مصر والإعلام المصري كيف ينقل حدث الحج للعالم؟ والإعلام المصري يمكن أكثر التصاقا بالمملكة العربية السعودية في هذا الأمر، ويمكن الأزهر الشريف ودوره في هذا المجال وبرضه في الإسلام وفي الدعوة والإسلامية وكده دور واضح ومعروف لكل العالم. وأعتقد إن يعني مفيش فاصل خالص بين السعودية ومصر في هذا المجال وفي أي مجالات أخرى، يعني مش المجال الديني بس. الحقيقة مصر والسعودية يعني علاقة خاصة جدا، يعني مش عارف أقول لك إيه، يعني عاوز أقول لك إنها علاقة يعني عضوية فسيولوجية أي حاجة، لكن أكبر من أي علاقة حتى العلاقات اللي هي دبلوماسية أو حتى علاقات صداقة، لا ده علاقات مختلفة خالص. قبل هذا وذاك الرسول عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بمصر خيرا فإن لنا فيها نسبا وسهرا. طبعا ده كلام محدش يقدر يقول عليه حاجة، طبعا هو سبحان الله عليه الصلاة والسلام يعني إحساسه بمصر عظيم، والقرآن جاب ذكر مصر برضه في القرآن، جه ذكر مصر أكثر من مرة في القرآن. لكن الحقيقة العلاقة بين مصر والسعودية ما حدش يقدر يمسها حتى لو حصلت أي حاجة. أنا ما أعتقدش إن العلاقة دي لا يمكن أن تمس، وهي فوق مستوى العلاقات العادية طبعا. المشاركة دائمة بين مصر والسعودية في كافة المناسبات والأحداث دائما. الأستاذ حاتم زكريا السكرتير العام لنقابة الصحفيين المصريين، شكرا لك. شكرا، ألف شكر. شكرا شكرا إن شاء الله. نكرر التحية في ختام هذه الدقائق لمشاهدينا في كل مكان من هذه البقاع المقدسة من ميناء التي امتلأت روحانية في كل أرجائها. الآن أعود إلى الزملاء في الاستوديو. شكرا لك زميل وليد، وأعود حقيقة لضيفي هنا لنختم. لديك أي إضافة لما ذكرناه خاصة ما يتعلق بالكوادر البشرية، طبيعة الكوادر البشرية؟ يعني نريد بشكل سريع أن تلقي الأضواء. بالنسبة للكوادر البشرية لدينا جميع التخصصات الطبية من استشاريين وأخصائيين، كافة التخصصات الطبية موجودة لدينا. بالنسبة للطاقم التمريضي، الطاقم التمريضي متكامل، طبعا العنصر النسائي له دور كبير موجودين معنا. معظم الطواقم الطبية والكوادر الطبية اللي موجودة معنا هم سعوديون سعوديات. شكرا جزيلا لك على هذه الساعة. إذا شكرا أيها الأخوة لضيفي في هذه الساعة وسعادة العقيد طبيب محمد بن مسهر القثامي، طبعا من أحد منسوبي الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية. سعدنا بأن كنا معكم في هذا الحوار، سنتواصل معكم إن شاء الله مع الزملاء في متابعتنا لهذا اليوم. شكرا لكم ونلتقي في أمان الله. الله أكبر. الله